خبيثة وأمراض مزمنة في سجون الاحتلال. نظمنا هذه الفعالية أمام المفوض السامي لنقول لهم إن كنتم لا تسمعون عذابات وصرخات أصلاً داخل سجن الاحتلال، ها نحن نطرق أبوابكم ونقول لكم بأن هناك فئة كبيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني متمثلين ب 1800 أسير مرضى داخل سجون الاحتلال يعانون منهم الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية. اليوم جاءتنا رسالة وعلى لسان الأسير معتصم رداد يخاطب الجميع لمن كان له قلب وضمير حي بأنه منذ 9 سنوات ولم يكن أحد في الداخل ولا بالخارج إلا ولم يتحمل الأدوية والعلاجات الكيماوية التي أخذتها، وبالتالي آن الأوان لإيقاف معاناة أصلنا المرضى داخل سجون الاحتلال. أنا الأوان لمثل هذه المؤسسات الدولية أن تتحرك وتقول موقفها وتحرج العدو الصهيوني جراء هذه السياسات الممنهجة بحق أصلنا البواسل داخل سجون الاحتلال. لذلك جئنا لنقول لأصلنا البواسل لوسائل الإعلام بأنه لكم دور كبير في تسليط المعاناة أصلنا البواسل داخل سجون الاحتلال والعمل على فضح الرواية الصهيونية وكذب وضحد الافتراءات والرواية الصهيونية الكاذبة أنها تمارس الديمقراطية وأنها تعطي الأسير الفلسطيني كل جل حقوقه التي كفلتها جميع الأعراف والقوانين الدولية. كل أصلنا البواسل الذين سيخوضون معركة الإضراب المفتوحة على الطعام التابعة من هذا الشهر الجاري، خطوة الإضراب الكبير والاستراتيجي الذي سيخوضه بإذن الله ورحمة الله وبركاته عن إخوانكم في مؤسسة موجات المهتدى بهدى. أيها الإخوة الكرام، الإخوة وللأسرى المرضى على وجه الخصوص منهم هؤلاء من أمراض خبيثة وأمراض مزمنة، إذن هذه ستتخذه من إجراءات وخطوات